دقدقة وقرضة وينسو قاري يا شيخ يا إن مدح وينها وقتك يسوي اللابي وكقوري حرونتا مدح تويدا في الله صوماليا أيضا نطليها النساء لبقوري وكدقنا مقدشي حرونتا تليس كالنساء وكقوري سبب اللي حريرا عرماء مارو قطرع كل انتوا عنو وانا اكسنا قيارتا هوذا عنكو ساحبني ويد الكيمبا مالو ربوها الدوكتان وحيد الله انها وقتي قايدين وعنا هذو لما انتين بموقالك اللي قرأي عدو بموقالك اللي قرأي سوحان الله سبحانه وتعالى انك قبر ينا أموري لا إذا إلهين أسهلا إلهي سبحانه وتعالى أنا أولاد أوبرك يا أنت أولاد دون كان إلهي أولاد باريا هسي أنت قردون كان قر ونأكسني مستقبل ونأكسني يبوين هسي يقف البوم موقالك شرتك وقبت الله قريانا وحن ربي سبحانه وتعالى أنك قبر ينا مال الدنيا يسفلين إنه إلهي سبحانه وتعالى أسيا دنبي قد دنبي قوالد كودنا يبو لا فرب سبحانه وتعالى أنا وكو عزوما جنة الفردوس على حاسدك وعلى النهي ومن شري حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح وعربي سبحانه وتعالى عن قبر ينا أنت عن وصلين إلى هي سبحانه وتعالى حنونك وخطر قاد ومضى الصومال مروا البيت دكتنا ربي سبحانه وتعالى قرقار كيسي نسري كيسي بحصي هوقان في حولاك سنة بوين هسي ومضى الصوماليات وررك أن كير إنه فيك هوري عاب مقالة مقدشو أي حقيقنا يا إن مدح وينها صومالية محمد عبد الله فرماجو حد وقت جيس ولا ما هذي إنه كجوري أقل كم مدح تويدة في الصومالية مقالة مقدشو إلى حقيقنا أي حقيقنا يا مدح وينه وقت جا وكذا ما هذي محمد عبد الله فرماجو يحمنا قوس كيسا إن عاب فيك هوري أي كبحين أقل كم مدح تويدة صومالية كوا أصل الله شيء جينا يقبتين دنكا قرآن كديارة ده هي عدن عدة إنترناشنال أرب مقدشو وحكم إذا حمناها مدحوينها الله سعد الله ترياشي سقار كم إذا يسيدو كلا دور ويلو مدحوينها الله تبونا كم إذا أي حسن عبد الله فرماجو يسيدو كلا مروضا مدحوينها سينب عبد المعلم إلو ويلو الله شيء مروضا مدحوينها كوا أسو يكم إذن عمر فاروق وأنك أقوب ضنيق عند راسية الدولة ده هايستا مروضا مدحوينها نولا لأيهين مدحوينها صوماليا محمد عبد الله فرماجو سيدات دي فبراية وقتك سوكوكا أيا الله شاقين لترياشي سيكولا تليان إنو كبحو أقل كان مدح تويدا في الله صومالي إلا دبات كان دمات كيسا وحانا لترياشا أي شاقين إنا يجران حالة قطرة وسوى جيه كرتا مدحوينها تاسو كي إمانا يسميده وقم مشرحين تا ودوان كباقاي دبات بح وين كاسو لقدر إما يسا سانتيسا مقالة عاسمة دي مقدشو وحانا لترياشا مدحوينها صومالي فرماجو أي شاقين إن قطر بدان أي جرتو تاسو كيني كرتا إن دد كان دبات بح يأي كسو قمامان أقل كان مدح تويدا صومالي ما دام أي هيستان عيدا آذو حق بدن او الى رنا يد بد بحياشه مقدش الله قوه ذا ان جمعها اي كسو بحان عبد سعيد او كم اذا لطلياشه فرماجو ايا الله شيغي انو سو غدبيي حوران بدن او سميهي تاس او كيني كرتا ان اقل كم مدحتويدا جمعها اي لو ولغان بد بحياشه مشرحينتا اميدوغا مشرحينتا تاغيرسن كو اسو حدا هيستا عيد ما اذو حق بدن دونينا جمعها اني كو قبطان ميلان كفوغين اقل كم مدحتويدا دبد بح اذو وين او ككل ايمان يد دغموين كغوبلكا بنادر اسلام مركان وين لو سو قبان قابيي وانا مده كانت ان فرماجو مدحوينها وقتي يسوي اللاضي اي سيدو كلام مرودي سيقار كم اذا قويس كيس اني كقوران عاوة اقل كمدحتويدا صومالية انو قوران قري كويا الاغار كقرون كديارة ده اذن عدد قرحان دينا عدعا افسيوني هالك اسو مدحوينها وقتي يسوي اللاضي محمد عبد الله فرماجو دوان وكاليست قري دور بيانا او دبقا وانا قري قاسو كاقر بيهي ام اساري يهي حصل لك وين ومرايكن كيكول يهين اغار كقرون كديارة ده أنا عدى إنترناشنال عرب هذا مقدشو وحنا الله شجع إن مدح وينها يقولي بقار كم إذا قويس كيس إلى الدجان قولي قاسي كأجدو صليك مرايكن كوكولا يهاي جودها جران كديار الله أنا عدى إنترناشنال عرب هذا مقدشو وحنا الله شجع إن أري ما حاسولنا إيمانا يان أم يو إيمانا يان سواء أمني أو كوا هذا إن مدح وينها وكبق يوم جمعة دوت بح كذا أيام مقدشو سواء بكرة إن أقل كم مدح تويلا إلو وريج عن ضد كذا دوت بح يتابع سن ميدوغا مشرحين تا تريها يعدى النساء فهد ياسين حاجة داهر ayaa waxa la sheegay asigana laba guri oo ku lahaa gudaha magaalada caasimadda Muqdisho gaar ahaan guri ku yaal aagaarka wasaaradda ganacsiga iyo guri ka soo horjeeda aqalka madaxtooyada uu degnaa in labada guriba uu ka guuray waxana sidoo kale la sheegay inuu san aadin dhanka taliska nisa Habar Qadiijo oo mararka qaar uu seexan jiray taliyaha ciyaada nisa Fahad Yasiin ila ka agdhow xafiiska Fahad Yasiin ayaa inuu xaqiijiyay in taliyaha nisa oo goor dhaweyd asigana uu qabtay dhanka garoonka diyaaradaha aadan cadde isla markaana uu ku biiray qoyska madaxweynaha oo degay meel ku dhow gudaha garoonka diyaaradaha ee aadan cadde international airport ee muqdisho waxaan la hadalnay saddex shakhsi oo kamid ah kuwa ka agdhow taliyaha nisa oo kala jooga labada guri ee ka agdhow xarunta madaxtooyada ee wasaaradda ganacsiga iyo guriga Habar Qadiijo waxaana saddexdaas qofood ay xaqiijiyeen in taliyaha nisa caawa uusan joogin saddexda guri lana sheegay inuu aaday dhanka
garoonka diyaaradaha ee aadan cadde international airport ee muqdisho xaaladda muqdisho ayaa ah mid jahwareersan waxaana laga cabsi qabaa saacadaha soo socda in ciidamadii ugu badnaa ay soo galaan muqdisho kuwaas oo la wareegi doona dhammaan isgoysyada gobolka banaadir si loo sugo amniga dibadbaxayaasha ama dadka dibadbaxaya ee kasoo horjeeda madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo kaas oo diidan inay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah